طيب، السلام عليكم. أهلا بحضرتك. يمكن للسنة السادسة تقريبا على التوالي بنحاول إن احنا نسترس على الجزء اللي ليه علاقة بالاي او تي والاو تي، وهنعرف حالا الفروقات. علشان بس حاجة بسيطة، يمكن الجزء اللي ليه علاقة بالاو تي هو يعتبر أمن قومي، ويمكن احنا في مصر وبعض الدول العربية فعلا من اكتر الدول في العالم according to neutral reports بتحصل عليها advanced attacks، وخصوصا الحاجات اللي ليها علاقة بالانترنت اوف ثينجز او الاوبريشن تكنولوجي زي ما هنشوف. طيب، يمكن احنا الاوبجكتيف بتاعنا النهاردة هنتكلم على الجزء بتاع الاوبريشن تكنولوجي والانترنت اوف ثينجز والكونفرجت انفورميشن تكنولوجي واوبريشن تكنولوجي. يمكن ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي في الجزء اللي ليه علاقة بالديجيتال ترانسفورميشن وربط الاي تي بالنتوركس اللي طول عمرها ايزوليتد، زي ما بنقول عليها الجزء اللي هو الاوبريشن تكنولوجي. هنتكلم على الجزء اللي ليه علاقة ب هاو تو ثينك واحنا بنأركتكت اللينك ما بين الاي تي والاو تي، اللي هو الجزء اللي ليه علاقه بالفريم ورك والستاندردز، وهنحاول على قد ما نقدر ان احنا نميت الريكويرمنتس في الديزاين اللي ليه علاقه بالستاندردز في الحته دي، والجزء اللي ليه علاقه بالديجيتال ترانسفورميشن. وجايب لحضراتكم مجموعه من الاتاكس اللي فعلا بتمس حياتنا اليوميه واللي لازم احنا نكون مركزين جدا از اكسبرتس علشان نقدر يعني نحمي اللي حوالينا. لو احنا ما عملناش محدش تاني هيعمل. اللي احنا ممكن نتعلمه من مجموعة الاتاكس اللي بتحصل دي، والجزء بتاع اللي الشركات بتعمله علشان نقول ان احنا ماشيين في الرود ماب صح، اللي ليه علاقة بالconverging between الـ IT والـ OT. انا اسمي محمد عبد الفتاح، subject matter expert OT operation technology ريجنال جوه فورتي نت. ويمكن احنا جوه فورتي نت يعني واحده من الشركات اللي تعتبر مركزه في الجزء بتاع السايبر سيكيورتي از ماركت ليدر. يمكن حاليا احنا كمان مركزين جدا في الجزء بتاع الاي تي او تي كونفرجنج، و يعني الحمد لله عندنا شويه سكسس ستوريز في مصر وبره مصر. انا سيرتيفايد انستراكتور من فورتي نت وسيرتيفايد انستراكتور من اي سي كونسل، وبنحاول ان احنا على قد ما نقدر ندليفر الجزء اللي ليه علاقه بالانفورميشن والسايبر سيكيورتي في الماركت اكوردنج تو النيوترال ساينس، وبعدين نعمل مابنج للتكنولوجيز امونج الفيندور سبيسيفيك تكنولوجيا. طيب، يمكن احنا عندنا الهيراركي اللي حضراتكم شايفينها دي من اول السي اي لغايه الجزء بتاع السنسورز، دي الكومبوننتس بتاعت اي دوله في العالم. احنا عندنا الجزء بتاع الكريتيكال انفراستراكشر او بنقول عليها البنيه التحتيه الحرجه. البنيه التحتيه الحرجه هي اني سيستم اني ديفايس اني نتورك مسؤوله عن انها تكنترول الايكونومي والهيومن جوه الدوله. فحضراتكم متخيلين، وامثله كتيره ليها جوه الكريتيكال انفراستراكشر، اهمها مثلا الجزء بتاع الانرجي، سواء كنا بنتكلم على اويل اند جاز او بنتكلم على كهرباء، بنتكلم على هيلث كير، بنتكلم على ميه، بنتكلم على ريسيرش، بنتكلم على اثار، بنتكلم على بحث علمي، وات ايفر اللي احنا بنتكلم فيه. هي في الاخر مقومات الدوله اللي بتكنترول الايكونومي بتاع الدوله دي او بتكنترول البني ادمين اللي عايشين جوه الدوله، وطبعا الجزء بتاع ترانسبورتيشن اند سو اون. طيب، دي الكريتيكال انفراستراكشر، ما قالش اي تي. يعني لما جه اتكلم على مقومات البنيه التحتيه الحرجه ما قالش انفورميشن تكنولوجي، لان ببساطه الانفورميشن تكنولوجي هي عايده على البيزنس، وبالتالي اي افكت هيضرب في الانفورميشن سيكيورتي، اي سايبر ثريت هياثر في الانفورميشن سيكيورتي، مشكله دايما هتبقى على البيزنس. قادرين ان احنا نريكفر، عندنا داون تايم، عندنا فلوس بنخسرها،
عندنا في مشكلة في داتا سنتر هنحلها and so on. الأوتي أي أو الأوبريشن تكنولوجي هي استخدام الانفورميشن تكنولوجي مع devices. الديفايسز هنا أي حاجة related بي أو أي device related بي الفيزيكال انفايرمنت. النهارده لو انا بتكلم على ميديكال اكويبمنت وحصل عليها سايبر ريسك، انا ربطت الاي تي بالميديكال اكويبمنت فخليت الميديكال اكويبمنت بقت كونكتد على نتورك التحكم فيها من ابلكيشن، حصل فيها سايبر ريسك او حصل فيها اتاك، النهارده انا اقدر اقتل بني ادم. النهارده ببساطه لو في ترانزاكشن ليها علاقه بميديكال ريكورد وحصل علينا سايبر اتاك، اقدر اخلي بدل ما الدوز بتاعه العلاج 5 ملي جرام مثلا اخليها 50 ملي جرام. سهله ولا صعبه؟ سهله جدا اذا وجدت الفولنربيليتي. تعالوا نروح نشوف لمكنه موجوده في مصنع من المصانع. النهارده لو انا عدلت بس زي ما تشوفوا دلوقتي في لايف فيديو، لو انا عدلت في البروسيس اللي رايحه للمكنه جوه المصنع وعدلت في الضغط بتاعها وخليته نورمال وهو عمال يزيد في الباك جراوند، النهارده انا ممكن افجر المكنه، ممكن افجر المصنع فأزيت البني ادمين اللي عايشين او بيشتغلوا حواليها. النهارده لو انا محطه كهرباء قدرت ان انا اخد فول كنترول على الابلكيشنز بتاعتها، ببساطه ممكن نعمل حاجه اسمها توتال بلاك اوت، او ان المدينه دي تبقى خلاص ضلمت والدنيا تمام. فانا بالنسبه لي الاوتي في الاول وفي الاخر الامباكت بتاعها راجع على الفيزيكال انفايرمنت. طيب الاوتي ان جنرال وقع تحت Industrial Controlling Systems. الIndustrial Controlling Systems هي اللي بتحكم الجزء اللي له علاقة بالبروسيس ما بين المكن والهيومن والإندستري اللي أنا بشتغل فيها في الآخر. وممكن تبقى الIndustrial Controlling Systems دي هنتكلم يعني إن شاء الله بالتفاصيل، بس عندنا شوية حاجات related بيها during the session بتاعتنا. طيب المكن by general هو ما بيفهمش اللانجوج بتاعتنا في الاي تي في الموست كيسز، ليه اتس اون لانجوجز. والمكن عشان اقدر اوصله بالانفايرمنت بتاعتي بنركب عليه مجموعه من او حاجه بنسميها سنسورز. السنسورز عندها القدره في ان هي تخلي المكنه تقدر تكومينيكيت مع الانفايرمنت اللي موجوده عندنا جوه الاي تي. هاويفر انا عشان اقدر اكونترول الديفايسز اللي راكبه عندي among كل الاندستريز محتاج ابلكيشن. فببساطه الابلكيشن ده ممكن يبقى هو عندنا اسمه السكادا. والسكادا امبلمنتيشن لو بصينا عليها في معظم المصانع والشركات اللي بنروحها هنلاقي 90% من الامبلمنتيشن بتاعته على ويندوز ماشين. وعايز اقول لحضراتكم في سيرفيز بنعملها الويندوز ماشين دي ممكن تبقى في معظم الحاجات legacy operating systems. legacy operating system معناه ان مفيش support, lots of vulnerabilities, معظمها critical vulnerability. معنى كلمة critical ان هي easy to be exploited, سهل ان احنا نحط ايدينا عليها. الافكت بتاعها critical انه بيضرب في البيزنس, فممكن يبقى ببساطة مفيش authentication, مفيش integrity, مفيش availability, حاجات كتيرة ممكن تحصل. وعايز أقول لحضراتكم في سيرفيس في مصانع كبيرة جدا بنلاقي مثلا إن المكان شغال Windows XP Embedded Systems لغاية النهاردة وكتير, أو Windows 7 وكتير, أو Linux Machines already end of support وكتير. وبالتالي حجم الفولنربيليتيز مهول, وبيبقى صعب جدا في الكريتيكال انفراستراكشر ان احنا نروح نعمل ابديت للسيستمز. ليه؟ ببساطه لان هو مش بيمنتين الكونسبت بتاع الاي تي ان الابديت لازم يبقى ريجولار اند سو اون. وهنشوف دلوقتي الهيراركي جوه الفريم ورك. هاويفر هل احنا عندنا القدره ان نعمل بروتكشن اجينست الجزء ده ولا لا؟ طبعا سهله جدا لو بنمنتين الجزء اللي ليه علاقه بيه التشيك ليست والفريم ورك والستاندرد اللي عندنا. يمكن احنا واحده من الحاجات اللي بتندرج كمصطلح, ودي نقطه مهمه جدا تحت الجزء بتاع الاوبريشن تكنولوجي, كلمه اسمها IoT او بنسميها الانترنت اوف ثينجز.
أو any connected device to internet. ويمكن إحنا النهاردة واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي بنتكلم عليها في any connected devices to internet according to مثلا report طلع في 2017 من شركة اسمها أكاماي، واحدة من الشركات اللي بتكنترول باندتس وورلد وايد وعندها كنترولز وديفايسز راكبة وورلد وايد. طلعت في الريبورت بتاعها الكوارتر الثاني 2017، ولو لاحظتوا الفترة دي الفترة اللي احنا كنا بدأنا نضغط فيها على الديجيتال ترانسفورميشن وان احنا ندخل الاي تي في كل حاجة، قالت for the first time ever مصر طلع اعلى دولة في العالم بتعمل اتاكس. ده جوه الريبورت. احنا فجأة كانت امريكا، الصين، روسيا، بريطانيا، المانيا، فجأة مصر بقت رقم واحد. وجوه الريبورت لما بدأنا نعمل اناليسز وحولنا التوك هنا جوه المؤتمر، كانت الاناليسز عبارة عن ايه ببساطة؟ ان الاي او تي ديفايسز اللي هي اني كونكتد ديفايسز جوه مصر كانت كنترولد باي اكسترنال هاكرز بيستخدموها كريسورسز عشان يعمل اتاك على دول تانية. فالنهاردة طبعا اللي بيظهر عند الدول التانية هي مصر بحجم، كان وقتها في الريبورت 44 ألف يونيك بابليك اي بي. انتم متخيلين الموضوع شكله عامل ازاي؟ سواء كنا بنتكلم بقى على انتربرايز نتوركس او بنتكلم على هوم يوزر نتوركس او بنتكلم على واتيفر بقى الكونكتد نتوركس اللي موجودة عندي. فالاي او تي ديفايسز النهارده بقت كريتيكال ولا مش كريتيكال؟ تعالوا نتكلم. السمارت ووتش اللي عند حضرتك، البيس ميكرز منظمات ضربات القلب ليها سايبر اتاكس، الجينريتورز اللي راكبه في الشركات ليها سايبر اتاكس، اليو بي اسز اللي راكبه في الشركات بقى عليها اتاكس، الهوم يوزر راوترز اللي عندنا في بيوتنا والكاميرات اللي دخلناها في بيوتنا بيحصل عليها اتاكس. وتخش على الراوتر او تخش على الكاميرا تلاقي اي بي جاي مثلا من احدى الدول في اوروبا بقاله اسبوع فاتح سيشن. طب فاتح يعني، فهو بيستهلك الريسورسز بتاعتك، واحنا ما اتعلمناش ازاي نامن الاي او تي ديفايسز ولا اتعلمنا ازاي نامن الكريتيكال انفراستراكشر، فدي مشكله كبيره. النهارده من الاي او تي طلعت كلمتين مهمين. طلعت كلمه اسمها اي او ام تي، انترنت اوف ميديكال ثينجز. وانا ايدور كومنت على الناس خصوصا الطلبه ان هم يهتموا شويه بالجزء اللي ليه علاقه بالاو تي والاي او تي، لانه بومين جدا في الماركت، واحنا فعلا عندنا فعلا نقص في العدد الخاص بالهاندز اون اكسبيرينس في الجزء ده. الاي او ام تي اللي هو جت من الاي او تي او الانترنت اوف ميديكال ثينجز، بنتكلم على اني كونكتد ديفايس بتساهم او بتكنترول في الجزء اللي ليه علاقة ببساطة بالهيلث كير جوه أي هيلث كير انتيتي عندنا، سواء كنا بنتكلم على patient flow أو بنتكلم على scanning entity أو بنتكلم على مثلا lab entity. وعندنا المصطلح الثاني اسمه IIoT أو بنقول عليه Industrial Internet of Things. والIndustrial Internet of Things من الحاجات الكريتيكال جدا اللي هي في الاخر مجموعه السنسورز او مجموعه الترانزليتورز اللي هنشوفها دلوقتي او بنسميها البي ال سيز اللي بتحول من اللانجويج بتاعه المكن للاي بي للاي تي ومن الاي تي للاي بي. وكميه الاتاكس اللي بتحصل في الحته دي مهوله، وهوري لحضراتكم حالا حاجه لايف. فده الجزء اللي ليه علاقه بالاو تي. طبعا انا لو بتكلم على سايبر اتاك بتضرب في او تي انفايرمنت، ببساطه احنا اتفقنا ان اي امباكت على الاو تي انفايرمنت بيضرب في الفيزيكال لايف او الفيزيكال انفايرمنت، وبالتالي انا النهارده ببساطه ممكن افجر مصنع حصلت ولا ما حصلتش لسه من كام شهر، انا ممكن اقتل بني ادم النهارده رانسام وير اتسببت في ان ناس يعني تتوفى او تموت بسبب ان الاوبريشن في المستشفى وقفت، وعلى ما بدأوا يتحركوا بالعيان من العمليات للإنتنسيف كير كانت الحالة خلاص. وبالتالي عندي كوارث بتحصل، عندي توتال بلاك أوت ممكن يحصل بسبب أن محطة كهرباء تتضرب سايبر أتاك، وبالتالي أنا ما عنديش كهرباء أصلا في المدينة، أو يبقى عندي ريسورسز أيدل لأن أنا هيبقى عندي مشاكل في التصنيع، عندي مشاكل في أن أنا أورد، عندي مشاكل أن أنا أحرك. ويمكن إحنا عندنا سايبر أتاكس بتحصل
بتسببت في ان مجموعه من العربيات تقفل الطريق مثلا عندنا الدائري في وقت من الاوقات، تبقى ريليتد لسايبر اتاك. ده فيديو انا هحاول، طبعا الفيديو ده لايف من ريل اتاك كانت موجوده عندنا. الريل اتاك دي حصلت ان الهاكرز اخذوا كنترول على مصنع بتاع حديد. لما اخذ فول كنترول على النتورك، وده كان من ستر ربنا ان هم كان ليهم اكسس على الكاميرات، فكان شايف حوالين المكان اللي جوه المصنع اللي ليه علاقه بانه بيصهر الحديد، شايف الموظفين والعمال. فهو كتب جوه الفيديو، حتى ده كان على فيديو منشور على تويتر، كان حاطط جوه الفيديو ان احنا عملناها very carefully علشان ما نأذيش العمال اللي كانوا موجودين جوه المصنع، وبعدين زود الضغط على المكنه فحصل ان الحديد المنصهر عمل فلودينج في الارض فولع المصنع. ده بسرعه كده هما بيتكلموا على مجموعه المصانع اللي حصل عليها السايبر اتاك. لو حضراتكم خدتوا بالكم من التايم فريم، هتلاقي ان في مينتس فروقات ما بين كل يعني سلايد وسلايد في الفيديو. هاويفر العمال دلوقتي هم واقفين، بعدين هم كاتبين تحت ان احنا استنينا لما العمال تخرج وتبقى في بريك. هم طبعا ليهم دلوقتي فول كنترول على الكاميرا اللي في المصنع، وفول كنترول على الانجينيرنج ماشين اللي بتكنترول، او عليها الاسكادا اللي بتكنترول التمبريتشر والضغط ان سو ان اللي خاص بالمكنه. حصل فلودنج زي ما انتم شايفين، والمصنع ولع، وبعدين شويه بعديها بحوالي 12 دقيقه تيجي المطافي علشان تبدا تطفي المصنع. طيب احنا بنتكلم هنا على مكنه لينك 2 ويندوز ماشين عليها سكادا بيبعت، او ابلكيشن بتبعت كنترولينج ترافيك للمكنه، وبتستقبل مونيتورنج من المكنه وتعرض داتا وتبعت لسيرفرز. وجيت ربطت الاو تي انفايرمنت اللي حضراتكم اللي قدام حضراتكم دي بالاي تي، وبالتالي بقت عندي الكاميرات وعندي السيرفرز وعندي الداتابيز وعندي بما فيها الجزء ده. لو انا مش همنتين الكومبلاينس انا عندي مشكله كبيره. طيب يمكن مثلا جارتنر من النون بروفيت اورجانيزيشنز اللي بتعمل تيست للجزء اللي ليه علاقه بالاكسكيوشن بتاع الفيندور كتكنولوجي والابيليتي ان احنا نحقق النيدز بتاعه الراجل ده كتكنولوجي. هاويفر اول كلمه قالتها جارتنر في الجزء اللي ليه علاقه بالاو تي او الاوبريشن تكنولوجي، ما قالش فاينانشال لوس، ولا اتكلم على ان احنا ممكن يبقى في ريبيتيشن بتبوظ عندنا في الشركه. كل ده كلام اي تي. هو لما جه اتكلم على الاو تي اتكلم على الجزء بتاع ريسك تو ديث، ان انت فعلا ممكن يبقى عندك اصابات او ناس بتتوفى بسبب السايبر اتاك اجينست الاو تي انفايرمنت. احنا في الاي تي دايما عندنا ثلاث كلمات يمكن زمايلنا اتكلموا عليها قبلي على طول، هي الكومبوننت الرئيسيه في اي كورس بتاع سيكيورتي بنتكلم عليه، الجزء بتاع الكونفيدينشاليتي والانتجريتي والافيلابيليتي. وده ترتيبهم في الاي تي. مين اللي من حقه يشوف الداتا؟ مين اللي من حقه يعدل في الداتا فروم سورس تو ديستنيشن؟ وبعدين الافيلابيليتي. وبالتالي المين كومبوننت بالنسبه لي جوه الاي تي هي السكيورتي. لما باجي اتكلم على الجزء بتاع الاو تي او الاوبريشن تكنولوجي احنا مش بنتكلم خالص سكيورتي. رقم واحد هي السيفتي. وبالتالي لو انا بتكلم على الجزء اللي ليه علاقه بالسيفتي اكيد رقم واحد هتبقى الافيلابيليتي. انا بتكلم على سيفتي يبقى اكيد رقم واحد هي الافيلابيليتي. وهنلاقي البيلرز معكوسه انه بيتكلم على افيلابيليتي لما تيجي الديزاين وتربط النتورك بتاعه الاو تي والاي او تي بالاي تي، فبيتكلم على افيلابيليتي. وبعدين بيتكلم على انتجريتي، مين اللي من حقه يعدل في الداتا فروم سورس تو ديستنيشن. وبعدين في الاخر خالص كونفيدينشاليتي، مين اللي من حقه انه يعمل اكسس على الداتا او يبص على الداتا. فالبيلرز معوجه او بنقول عليها مقلوبه. انا كراجل اركتكت او صاحب ديسيشن
لازم في الوقت اللي هبدا اربط فيه النتورك بتاعه الاو دي بالاي تي؟ ببساطه الموضوع بسيط جدا، اجيب الكومبلاينس واشوف التشيك ليست واجاوب بيس اور نو، هل الحاجه عندي ولا مش عندي، هل بميت الريكويرمنتس بتاع ان انا يبقى عندي كونفرجت اي تي تو او تي انفايرمنت او لا. عندنا في السكيورتي ببساطه الكومبلاينس اشهرهم جينيريك كومبلاينس في الانفورميشن سكيورتي اسمه ايزو 27000. هل هو هيقول ان انا بميت مجموعه من الريكويرمنتس؟ فور شور هيقول لي كجاب اناليسيس مكاني فين، عايز اوصل لفين، ايه الفروقات اللي موجوده عندي. موضوع بسيط جدا. طيب عندنا دلوقتي اي شركه ايفن حتى في مصر عايزه تتعامل مع شركات موجوده في الاتحاد الاوروبي، ببساطه الاتحاد الاوروبي هيقول لك لو انت هتتعامل مع داتا خاصه به مواطن عايش في الاتحاد الاوروبي لازم تميت الريكويرمنتس بتاعه الجي دي بي ار كومبلاينس للديتا برايفسي جوه الاتحاد الاوروبي. كل ده احنا بنتكلم على اي تي، بس لما اجي على الاو تي وعايز اربطها بالاي تي او ابدا اشوف الدنيا شكلها عامل ازاي، تعالوا بقى عندنا كومبلاينس وليه تشيك ليست وبسيطه ونقدر نميت الريكويرمنتس بتاعتها، وعندنا ستاندرد في الديزاين ان احنا نربط الاي تي بالاو تي. عندنا واحد من اشهر الكومبلاينسز اللي موجوده هي النست، ويمكن النست عندنا حاجه اسمها سايبر سيكيورتي فريم ورك او نست سي اس اف، وقع من تحتيه النست فور كريتيكال انفراستراكشر. وعندنا واحد تاني حلو قوي للاي تي ريسك اسسمنت وانفورميشن سيكيورتي اسمه نست 800-53، مركز على الجزء بتاع الريسك مانجمنت والانفورميشن سيكيورتي، وفي تشيك ليست حلوه جدا جوه اكسل شيت نقدر نمشي عليها ونشوف احنا بنميت الريكويرمنتس ولا لا. الفكره ان احنا في الاي تي لما البي سي بيكلم السيرفر وحضرتك بتكلم الويب سايت بنتكلم ببساطه لانجويجز كلنا فاهمينها، والسيكيورتي سوليوشنز اللي عند حضرتك اللي عند حضراتكم فاهمينها زي تي سي بي واي بي واتش تي تي بي واتش تي تي بي اس. لما بنيجي نتكلم على او تي انفايرمنت ليها اتس اون بروتوكولز. النهارده ما ينفعش حضرتك تجيب ببساطه اي تي سوليوشن بيفهم اي تي ويركب في او تي انفايرمنت واقول له انت هتعمل البروتكشن، لان السنسورز ليها اتس اون لانجويج اوفر التي سي بي. زي مثلا عندنا بروتوكول مشهور قوي ليجاسي هنشوف عليه سايبر اتاك حالا اسمه مودبس، والمودبس من البروتوكولز الليجاسي في الاو تي انفايرمنت ومليان كميه فولنربيليتيز مهوله، وفي الاخر لازم السكيورتي سولوشن اللي راكب عند حضرتك يقدر ينسبكت المودبس ويقول ان ده دياجنوست ترافيك، ده كنترولينج ترافيك، ده كوماند رايح يعدل في حاجه، ده كوماند اوفر المودبس رايح يعمل شوت داون. لازم الاي تي سولوشن اللي عند حضرتك يفهم الجزء ده. طيب يمكن زي ما قلت لحضراتكم الكريتيكال انفراستراكشر هي مقومات البلد، وبالتالي كان لازم يبقى عندي حاجه اسمها كريتيكال انفراستراكشر بروتكشن اللي طلع منها بقى من تحتيها الكومبلاينسز اللي احنا هنتكلم عليها ببساطه. ويمكن زي ما اتفقنا ان الكريتيكال انفراستراكشر هي اني كونكتد ديفايس، اني كونكتد نتورك او سولوشن مسؤول عن انه يتحكم في اقتصاد البلد او يتحكم في البني ادمين اللي عايشين في البلد. النهارده الترافيك فلو مثلا ما هو مربوط عندي بالنتورك بتاعتي بالمرور، لو بنتكلم على ان حد ليه، ويمكن حصلت لسه اتاك من كام يوم في احدى الدول كان البوكينج او بتاع نظام التاكسيات في المدينه عمل اتحصل عليه هاكينج، فالراجل عمل اوردر لكل تاكسيات المدينه دي في دايركشن واحد فراح قفل الشوارع. لوجيك احنا ببساطه النهارده الموضوع فيري سيمبل، اللي بتحصل عليك السايبر اتاك لانك عندك فولنربيليتيز كتيره قوي جوه الاو تي انفايرمنت، فلازم نفكر بطريقه مختلفه. فالبروتكشن معموله ان انا اضمن الافيلابيليتي والاستابيليتي بتاعه الانفراستراكشر الكريتيكال اللي موجوده عندي في المدينه اجينست رقم واحد سايبر اتاكس. طيب
ده الجزء بتاع الكريتيكال انفراستراكشر بروتكشن زي ما اتفقت مع حضراتكم، واتفقت مع حضراتكم ان اهم كومبوننت عندي في الكريتيكال انفراستراكشر بروتكشن هي السايبر اتاك. ويمكن طبعا هي فيها الجزء اللي له علاقه بالهاي افيلابيليتي والافيلابيليتي والديزاسترز انفايرمنتال ديزاسترز اند سو اون، بس هي اهم واحده فيهم هي السايبر اتاكس. طيب زي ما اتفقت مع حضراتكم ببساطه احنا محتاجين للجزء اللي ليه علاقه بالفريم ورك جوه الديزاين بتاعي وانا ببني، عشان اقدر اقول ببساطه رقم واحد حضرتك ما تقدرش تتحرك في الاو تي اي تي انفايرمنت وذاوت باي ان، ان حضرتك تقنع التوب مانجمنت بالريسك اللي موجود، فدي نقطه مهمه جدا. وبعدين يبدا يتحرك معاك ناحيه الانتجريشن في البروجكت. ويمكن احنا في الديجيتال ترانسفورميشن بدانا نربط الاي تي بالاو تي عشان statistics visibility، يبقى عندي داشبورد واضحه قدام التوب مانجمنت عشان نقدر نعمل decision support systems محترمه، ويمكن البلد كلها بدون استثناء في كل القطاعات بتعمل ديجيتال ترانسفورميشن وبتربط الجزء بتاع الاو تي بالاي تي. طيب انا النهارده محتاج ايه ببساطه؟ محتاج امشي على التشيك ليست دي، اوصل في الاخر ان انا في الجاب اناليسيس بتاعتي قبل ما اربط واعمل البلاننج بتاعي يبقى عندي ريسك اسسمنت، وده اللي احنا هنتكلم عليه حالا بالتفصيل. ويمكن الريسك اسسمنت ببساطه احنا قلنا ان الريسك اي ايفنت ليه امباكت على البيزنس بتاعي، وبالتالي الريسك مانجمنت معناه ان انا اقلل الريسك لاكسبتد بيرسنتج عندي جوه البيزنس، واقدر اقول ان انا اكمل اوبريشن بعد ما اعالج المشكله. انما ما عندناش حاجه اسمها ريسك اليمينيشن، عشان بس مفيش حاجه اسمها ان احنا بنمنع الريسك، احنا بنقلل الريسك لاكسبتد بيرسنتج، وده السكيورتي اوفر اول في العالم كله. وبالتالي لما هبدا اتكلم على الجزء اللي ليه علاقه بالريسك الموضوع بسيط واوتوميتد، وعندي تولز كتيره وعندي اكسل شيتس كتيره وعندي حاجات كتيره ينفع نعملها علشان نقول ان انا عندي ريسك اسسمنت. هاويفر حضرتك ما تقدرش تعمل ريسك اسسمنت لحاجه انت مش قادر تشوفها. وبالتالي الف ب في مشروعنا لما بنيجي نربط الاو تي بالاي تي ببساطه الجزء اللي ليه علاقه بالاسيد ديسكفري، لان انا لما هعمل اسيد ديسكفري هعرف ايه اللي عندي، وبعد ما اعرف ايه اللي عندي اعرف ايه المشاكل اللي موجوده، وبعدين ابدا اتحرك. النهارده الريسك فاكتورز ممكن تيجي من كل كومبوننت موجوده عندي جوه الانفايرمنت. طيب انا عندي اكيد اللي هيسبب الريسك فولنربيليتيز من اول البني ادم، فاشتغل على سيكيورتي اسسمنت واشتغل على تريننج لغايه التكنيكال فولنربيليتيز، هاويفر موجوده على ديفايس ولا موجوده على اوبريتنج سيستم ولا موجوده على بروتوكول، وكل واحده فيهم بالامباكت بتاعها على البيزنس والريسك فاكتور بتاعها اللي هيحصل على البيزنس. وبعدين ابدا اشتغل على الجزء بتاع الميتيجيشن، ويبقى عندي الديزاين اللي المفروض يفولفيل النيدز دي، وبعدين اتحرك بالديزاين ده بناحيه الامبلمنتيشن والتريننج والاويرنس بتاعتي. طيب اتفقت مع حضراتكم اسيد ديسكفري، وبالتالي لو بصينا فوق هنلاقي ان رقم واحد بعد الاسيد ديسكفري ان انا لازم ايدنتيفاي ايه الفولنربيليتيز اللي موجوده. فانا لو عملت ايدنتيفيكيشن للويكنس بوينت اللي موجوده عندي في المشروع بتاعتي على الليفل بتاع البني ادمين او التكنولوجي، هل هو بيأثر على الاندستريال كنترولينج سيستمز؟ هل هو بيأثر على الاوبريشن بتاع المصانع بتاعتي او المستشفيات او واتيفر؟ طيب لو هو ما بيأثرش خلاص هرجع للأوبريشن تاني ومكملين والدنيا تمام. طب أنا لو اكتشفت vulnerability already هتأثر في الأوبريشن بتاعتي ببساطة ليه؟ الwork around available ولا لأ؟ الwork around available لأن ممكن حضرتك ما ينفعش تعمل update للأبليكيشن. ليه ببساطة؟ ما أنا عندي عشان أغير الأبليكيشن لازم compatibility مع الهاردوير اللي موجود عندي في المصنع أو موجود عندي في المستشفى أو موجود عندي في محطة القطر، وبالتالي هتبقى عندي مشكله كبيره. مش هصرف ملايين عشان اغير هاردوير، كومباتيبلتي ايشيو. وبالتالي ببساطه هروح اشوف ورك اراوند ان انا اجيب حاجه تعمل
فيرتشوال باتشينج مثلا، تسد الفولنربيليتيز اللي موجوده عندي على الابلكيشنز او الديفايسز. فاير وول مثلا يركب قدام النتورك دي بيفهم اندستريال كنترولينج سيستمز لانجويجز، ومعظم السولوشنز اللي في الماركت موجود عليها الكلام ده، واحنا عندنا 40 جيت او الفاير وول بتاع 40 نت بيعمل كده بلايسنس. هو نفس الهاردوير بتاع الاي تي بس نحط له لايسنس يفهم اللانجويجز بتاعت الاندستريال كنترولينج سيستم. طيب عندي فيرتشوال باتشي، اجيب ان بوينت سيكيورتي على ليجاسي اوبريتنج سيستم. ما ينفعش يبقى عندي اوبريشن وذاوت مونيتورنج وبرو اكتيف مونيتورنج. ويمكن انا عايز اوري لحضراتكم هنا مثلا في الريسك حاجه اسمها لايكليهود، ان انا هي هتحصل او مش هتحصل انا ما اعرفش، هي الفولنربيليتي اوريدي موجوده، هل ليها امباكت ولا ملهاش امباكت ما اعرفش. فمحتاج حاجه تشتغل بيهيفير اناليتكس، تشوف الترافيك اللي ماشي في النتورك ده سليم ولا مش سليم. فانا هشوف هل في ورك اراوند ممكن اعمله ولا لا. لو اوكي في ورك اراوند هنعمل سكادولينج لباتشينج او فيرتشوال باتشينج، او نركب سولوشن يحمينا من المشكله اللي موجوده عندنا دي، وبعدين نرجع تاني نكمل نعمل دوكيومنتيشن طبعا، وبعد الدوكيومنتيشن نعمل الاوبريشن بتاعنا تاني. طيب لو مفيش ورك اراوند، هنا بقى الكريتيكال بوينت بتاعتي. لو مفيش ورك اراوند اعمله، طب ما انا النهارده محتاج افهم بقى الفولنربيليتي، محتاج افهم الايفكت بتاعها على البيزنس شكله عامل ازاي، الجزء اللي هو فوق بتاع الفولنربيليتي فوت برينت. محتاج افهم الريسك فاكتورز على البيزنس بتاعي شكله عامل ازاي، ما انت مش لاقي لها حل. فلما تعمل لها مور ديتيلد اناليسز هقدر اجيب الحل، وبعدين اروح ناحيه هل هي الامباكت بتاع المشكله اللي عندي دي ايه تاثيرها على البيزنس بتاعي. انا النهارده مثلا حد في OT environment بيقول لي انا مش قادر اشوف الناس اللي بتعمل ريموت سبورت عندي اوفر الريموت كونكشن، قادر ان هو بيعمل ايه وما بيعملش ايه. بتحصل في مستشفيات وبتحصل في شركات وبتحصل في مصانع عن سوق. فانت محتاج ايدنتي مانجمنت سيستم، محتاج زيرو تراست نتورك اكسس، المصطلحات الجديده اللي احنا بنستخدمها عشان نمنتين السكيورتي بتاعت الناس اللي بتاكسس السيستم. محتاج دول اوثنتيكيشن، ما يبقاش يوزر نيم وباسورد بس عن سوق. وبعد ما بعمل اناليسز للريسك بشوف النيدز بتاعتي واقفل الريسك اللي موجود عندي، الدنيا تمام خلاص هكمل ناحيه الروتين سكادولد سكيورتي باتشنج، وبعدين ارجع دوكيومنتيشن، وبعدين ارجع للنورمال اوبريشن تاني. طيب هي السكسس كامبانيز جوه الاوتي بتعمل ايه اصلا، او الشركات الناجحه جوه الجزء بتاع الاندستريال كنترولينج سيستم بتعمل ايه؟ اتفقنا اسيت ديسكفري الف ب اسيت ديسكفري. وبعد ما عملت الاسيت ديسكفري ابدا افهم نوعيه الترافيك الخاص ب الاسيتس، ومش انا ده السولوشنز اللي هتبقى راكبه، شكل الترافيك عامل ازاي، مين بيكلم مين، وبعدين هل انا قادر ان انا اخد اكشنز ولا لا في الجاب اناليسيس، قادر ان انا اخد اكشنز لازم اتحرك بسرعه، عندي سيستم بيعمل اليرتنج ومونيتورنج وبرو اكتيف مونيتورنج، لان في مشكله كبيره جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله. احنا لقينا فيروس على الجهاز طالع، فعايزين نشوف احنا هنعمل ايه. رياكتيف، محتاجين نشتغل برو اكتيف، يبقى عندي مونيتورنج. في ريسك، في احتمال يحصل انفكشن، في احتمال يبقى عندي فولنربيليتي تؤدي الى كارثه. وخلي بالكم احنا كلنا بنتعامل في الاوتي مع الموضوع ان احنا بنتكلم على هيومن فاكتور او بنتكلم على فيزيكال انفايرمنت، فانت ما فيش رجوع بعد الريسك، ما عندناش رجوع. يعني لو الامباكت حصل احنا عندنا مشكله كبيره. فالالرتنج مهم جدا، يبقى برو اكتيف. المونيتورنج ذير از نو اوبريشن وذاوت مونيتورنج، فلازم تبقى برو اكتيف. وعندنا امثله كتيره جدا للهيومن ماشين ليرنينج، وبنتكلم على الارتفيشال انتليجنس والسولوشنز اللي تقدر تبريدكت وتتوقع احنا في ريسك ولا ما فيش ممكن يحصل. وبعدين الدوكيومنتيشن،
ما حدش يشتغل من غير دوكيومنتيشن، ولازم اقول للتيم بتاعي ان انا لازم يبقى عندي الديزاين، لازم يبقى عندي الريكومنديشنز بتاعتي، لازم يبقى عندي الفولنربيليتيز الريبورتس اند سو اون، حصل ايه، عالجناها ازاي، لازم تبقى دوكيومنتد عشان ما تحصلش تاني اند سو اون. وبالتالي لو انا مشيت على الليست الخاص بالسيكيورتي عشان اقول انا سكسسفل ولا لا، هل انا محتاج اسيت ديسكفري؟ لازم يبقى اوتوميتد، ما لفش انا على الاجهزه واشوف انواعها ايه. لازم يبقى عندي حاجه بتسكيور اجينست الفولنربيليتيز اللي موجوده عندي، وحاجات كتيره، سواء انا بعمل باتشنج او بجيب حاجه تعمل فيرتشوال باتشنج. انسكيور كونفيجريشن، واشهرهم الجزء بتاع، ودي الكارثه الكبيره، مس كونفيجريشن. النهارده انا محتاج حاجه اوتوميتد تقول هل في مس كونفيجريشن ولا لا. لازم يبقى السايكل دايما دايره، بنعمل اوديت دايما على الكونفيجريشن اللي موجوده. ممكن يبقى عندي احسن فيندرز في العالم، ماركت ليدرز في العالم، وتحصل الكارثه بسبب مس كونفيجريشن. ان بوينت سكيورتي از ا ماست. الجزء بتاع البيرميشنز بتاعت اليوزرز بتاعتي ومراجعه البيرميشنز للديتا واليوزرز از ا ماست. النتورك بروتكشن، ده كلام الكومبلاينس. الباك اب وريكفري، وارجوكم لازم ننبه على الاي تي ديبارتمنت، الباك اب لازم يكون اوف لاين. النهارده في كل السايبر اتاكس، لو حصل ان انا واخد باك اب وموجود على النتورك، طب الاتاك على النتورك. فالنهارده بيحصل، لو انا دلوقتي قدرت ان انا اعمل انكريبشن برانسم لواحده من النتورك ستورج بتاعتك اللي عليها الباك اب، طب انا ما خلاص ما بقاش عندي ريستورنج اصلا. فالنهارده بعيد عن ان هي على النتورك وبروتكتد كمان، لازم يبقى في اوف لاين باك اب موجود عندي، هو اسمه باك اب اصلا، وبتست واعمل ريكفري وقت المشكله، وطبعا الجاب اناليسيس والريسك فاكتورز اللي موجوده عندي. طيب ببساطه انا اتفقت مع حضراتكم ان كل الديفايسز اللي كونكتد جوه المصانع ولا الشركات ولا المستشفيات بتبعت ديتا، وبتبعت ديتا لمهندس مسؤول عن الجزء بتاع الاو تي او الراجل المسؤول عن الاي تي، والراجل بتاع الاو تي او مهندس التحكم اللي موجود عندي هو بيبعت ترافيك للمكن كنترولينج، وبالتالي لازم ابقى شايفه كويس جدا. بس من اول مكن لغايه فوق الكونفرجت اي تي او تي في مشكله، ان الماتوريتي بتاعته لسه محتاجه وقت مننا شويه. النهارده ببساطه حضرتك ممكن تستعين بسبجكت ماتر اكسبرت او كونسلتنج موجود في الماركت يساعدك على انك تشوف الجزء بتاع الاندستريال كنترولينج سيستمز اللي عندك، لما اجي اربطها بالاي تي عشان الديجيتال ترانسفورميشن ايه اللي انا محتاجه، وبعدين يعمل نوليدج ترانسفير للناس اللي موجوده عندي بتاعه الاي تي. وبعد ما يعمل نوليدج ترانسفير يبقى الفيرست لاين اوف سبورت هو البني ادم اللي موجود عند حضرتك، هو الاي تي اللي موجود عند حضرتك، اويرنس وتريننج. يمكن احنا لو انا بشتغل، لو حضراتكم بتشتغلوا في القطاع بتاع الصناعات او القطاعات اللي ليها علاقه بالاو تي والاندستريال كنترولنج سيستم، هيدوركم من ده على حضراتكم ان انتم تبصوا على النست. لو حضرتك بتشتغل اني سبيسيفيك في الكهرباء، حضرتك تقدر تبص على النيرك، وهو كومبلاينس، يعني بيبص ومركز على الحاجات اللي ليها علاقه بالكنترولنج في الكهرباء. التي اس اي بيبص على الحاجات اللي ليها علاقه بالترانسبورتيشن، ويمكن هنا الترانسبورتيشن انا مش عايز اقفلها على عربيات، احنا عندنا طيارات، عندنا في سفن، ويمكن احنا عندنا شركات كتيره دلوقتي مثلا بتشتغل في القطاع بتاع السيرفيسز مثلا في الاويل اند جاز، بتشتغل في النقل مثلا في البحر. فالنهارده السفينه بالنسبه لي هي برانش. النهارده الطياره بالنسبه لحضرتك في الهيد كوارتر، لو حضرتك شركه طيران، هي برانش. وبالتالي لازم تميت الريكويرمنتس بتاعه الكونكتد ديفايسز في البرانش، عادي جدا زيه زي اي برانش موجود عندنا. يميت الريكويرمنتس بتاعه الترافيك كنترولينج والانسبكشن والاتاكس والفيروسز، لانه في الاخر السفينه ما هي بتبعت داتا للداتا سنتر اللي عندك هنا اوفر الساتلايت كونكشن. فلو مش بتميت الريكويرمنت بتاعك وهو طالع انترنت هناك، ببساطه ممكن تبقى باك دور ليك فتحصل عندك كارثه. واحده من بسرعه كده، النست كريتيكال انفراستراكشر هو بيبص على ايه، اللي هو السايبر
Security Framework بيبص على إيه؟ بيبص على 5 components. إن أنا identify المشكلة وprotect against المشكلة وdetect وrespond وrecover. طيب تعالوا ناخد مثال صغير إزاي نقرأ الكومبلاينس زي بتاع النست كريتيكال انفراستراكشر. لو حضرتك خدت بالك قبل ما اتكلم على الجزء اللي له علاقة بالبروتكشن، عندي هنا مثال لسايبر اتاك اتعملت كريسيرش على جنريتور. الجنريتور كونكتد بي هيومن ماشين انترفيس انجينيرنج ورك ستيشن، عليها سكادا بتبعت كنترولينج ترافيك للجنريتور بتاع الكهرباء اللي عندي في المبنى. اوفر ببساطه حاجه اسمها مودبس اللي هو البروتوكول بتاعي لللانجوج بتاعه المكنه مع الهيومن ماشين انترفيس بتستخدم. فبدا يخلي الجنريتور يفتح ويقفل بسرعه. تعالوا نشوف الامباكت بتاعه كده سريعا. هو هنا الترافيك كنترولينج، فالترافيك طالع من الهيومن ماشين انترفيس رايح ناحيه الجنريتور. بدا يخرج الاوبريشن بره الجزء اللي ليه علاقه بالنورمال الترافيك اللي المفروض يستحمله. بدا الجنريتور طبعا يتحرق. كل ده باكيتس اوفر نتورك. ببساطة احنا النهاردة هوري لحضراتكم حالا دلوقتي how is it easy ان انا اطلع الجنريتور ده من على الانترنت. زي ما حضراتكم بتستخدموا جوجل انه يطلع ديتا خاصة بالديتا اللي احنا بنعملها ونحطها على الانترنت كهيومن فاكتور، في سيرش انجنز بتطلع الديتا الخاصة بالمكن فوت برينتينج للديفايسز اوفر انترنت اسمها IoT سيرش انجنز زي شودن زي سينسس. وشودن لو انا النهارده من على شودن تخيلوا معايا ان في كونكتد جاز ستيشنز، التنكات بتاعت محطات البترول في الشوارع لينك تو انترنت فور سيك اوف ان هو عايز يبص على نسبه الاويل قد ايه جوه التانك مثلا في المحطه، الضغط بتاعه ولا درجة حرارته شكلها عامل ازاي، بس عشان ميس كونفيجريشن بقى طلع انترنت وانا قادر اشوفه. طب ما بستيب كمان اقدر اكنترول، فهتبقى مشكلة كبيرة. طيب الكومبلاينس مثلا بسرعة كده بيقول ان انا محتاج ده نست كريتيكال انفراستراكشر، بيقول لحضرتك يو ماست، يعني هو بيقول لك لازم يبقى عندك ده جوه التشيك ليست بتاعت الكومبلاينس مالشيس كود ديتكشن. وبعدين حط لحضرتك مجموعه من، عشان دي مشكله كبيره ان النست كريتيكال انفراستراكشر ما بيحطش لحضرتك تكنولوجي، ده ريسك فاكتورز فقط، انما هو بيحط لحضرتك الكنترولز من اذر كومبلاينس موجوده في الماركت عشان يميت الريكويرمنت بتاعه ان انت يبقى عندك malicious code detection. فجي قال لك ايه، روح للنست 800-53 اللي هو بتاع الانفورميشن سيكيورتي، بص على الجزء اللي ليه علاقه بالاس اي 3 والاس اي 8 علشان تقدر تقول انا عندي بروتكشن اجينست الجزء بتاع malicious code ولا لا. بص بقى جوه ال 800-53 قال ايه، لازم يبقى عندك سيكيورتي كاونتر ميجر سيجنتشر بيزد، يعني بياخد ابديتس، ونون سيجنتشر بيزد يعني بيشتغل بيهافير اناليتكس مش مستني ابديتس عشان الزيرو دي اتاكس. هو كاتبها كده جوه الكومبلاينس، فده معناه ان انا ممكن يبقى عندي او اذا ماست عندي ان بوينت سيكيورتي، فاير وول عليه انتي فايروس بيبص على الترافيك رايح جاي، وساند بوكس كتكنولوجي لان الساند بوكس بيشتغل كانه فيرتشوال يوزر، بيروح له الفايل يفتحه ويشوف هل هو ماليشيس ولا مش ماليشيس،
لو بيعمل باد اكتيفيتيز يبعت للفاير وول او للان بوينت سكيورتي يقول له اقفل الفايل ده مشكله وما تعدوهوش لليوزرز. فده كلام الكومبلاينس. طيب اخر حاجه انا هقفل بيها في الكومبلاينس، ازاي اركتكت ان انا اربط اي تي باو تي انفايرمنت. فجيب ببساطه في الكومبلاينس بتاع الاي اس اي 99 اللي هو اي اي سي 62443 وحط حاجه اسمها بوردو فريم ورك، اتعمل عن طريق جامعه بوردو مجموعه من الريسيرشرز المتخصصين، حط 6 ليفلز عشان اربط الاو تي انفايرمنت بالاي تي. فلما بدا طبعا الستة ليفلز من ليفل 0 لليفل 5، لما جينا نتكلم على الديفايسز والسنسورز اللي راكبه جوه المستشفيات ولا راكبه جوه المصانع ليفل 0، وليفل 0 جرت العاده انه بيبقى واصل اللي هي السنسورز بتبقى واصله بسيريال كيبل، فاستحاله هيعرف يوصل للاي بي ورك ستيشن اللي هو بتاع المهندس اللي عليه الويندوز، فبيبقى موجود في النص حاجه اسمها بي ال سيز. البي ال سيز عليها لايت اوبريتنج سيستم بتستقبل وتبعت مجموعه من الكوماندز ما بينها وما بين الهيومن ماشين انترفيس او الانجينيرنج ورك ستيشن فوق والمكن تحت، وكميه الاتاكس اللي بتحصل على السمارت ديفايسز دي مهوله، وفي مالويرز وفيروسز اصلا متخصصه في الحته دي. فالنهارده ليفل 1 هو البي ال سيز اللي هياخد من سيريال انترفيس يحول لاي بي، وبعدين عندي الهيومن ماشين انترفيس او الانجينيرنج ورك ستيشن اللي بتكنترول الديفايسز وبتستقبل من الديفايسز مونيتورنج، ويندوز بيزد او لينكس بيزد في معظم الحالات بيبقى ليجاسي فلازم يبقى بروتكتد. وجت الناس قالت في احد الاتاكس المشهوره او زي اللي احنا شفناها اسمها ستاكس نت 2010، مالوير كانت بتلعب في بروسيس بتاعه نيوكلار ستيشن. وايدو ريكومند على حضراتكم تتفرجوا على الدوكيومنتري اللي اسمه زيرو داي. الزيرو داي بيشرح البروسيس وازاي قدروا ان هم يعملوا ديتكشن للحته دي. طيب ليفل 2 هو البي سي بتاع المهندس اللي عليه السكادا اللي بيكنترول او بيعمل مونيتورنج، وجرت العاده ان كل واحده من دي عباره عن مصنع من المصانع، فكنت بين دي ممكن تبقى ثلاث مصانع مثلا. المصنع طالع مربوط بالاوبريشن داتا سنتر اوفر ساتلايت كلير تكست، طالع مربوط بواي ماكس في الصحراء والكونكشن مش انكريبتد، طالع مربوط باوفر انترنت كارثه مش بنميت الريكويرمنتس، مش فارق معايا نوع الكونكشن اللي جايه من المصنع للداتا سنتر، بس اللي فارق معايا هل الترافيك سكيورد ولا لا. اي دو ريكومند على حضراتكم ان انتم تبصوا على السوفت وير ديفايند وان او الاس دي وان، ان انا اضمن الكواليتي اوف سيرفيس بتاعه الابلكيشن وان هي انكريبتد اند تو اند من الداتا سنتر للمصنع او المستشفى. والسيرفيس ليفل اجريمنت شويه الفيتشرز اللي في الاس دي 1. بس جيت من ليفل 2 هطلع اوفر ال1 كونكشن رايح للداتا سنتر، الداتا سنتر بتاعتي جوه البوردو فريم ورك هي ليفل 3 فيها الداتابيز والابلكيشن سيرفرز بتاعه الاو تي اللي بنجمع عليها من المصانع و المحطات بتاعتي والمستشفيات بتاعتي على حسب الاندستري. وبعدين الكومبلاينس قال ان ليفل 3 اللي هو الداتا سنتر بتاعت الاو تي ما ينفعش تتربط بالاي تي، ده باي كومبلاينس، لان الاي تي داتا سنتر اللي احنا بنشتغل عليها ان ديلي بيزز وفيها الاكتيف دايركتوري وفيها حاجتنا والاس اي بي واوراكل وحاجه الداتا بيزز بتاعتنا ان سو اون ليفل 4، فقال ممنوع prohibited ان احنا نربط 3 ب 4 زي باي كومبلاينس
اتحط في الاي تي لو عند حضرتك ويب سيرفر او ايميل سيرفر، ما يبقاش في الداتا سنتر ويطلع انترنت والناس تاكسسه من بره، ما ينفعش. فقال اي حاجه فيسنج الانترنت ليها اكسس من بره لازم يتحط في دي ام زي نتورك معزوله. فحط حاجه الاي تي الببلشد ناحيه الانترنت وبيحصل عليها اكسس من بره في ليفل 5 وسماه دي ام زي. فالناس لما تيجي من على الانترنت تاكسس الميل سيرفر بتاعك هو بعيد عن الداتا سنتر، لما تيجي تاكسس الويب سايت هي بعيده عن الداتا سنتر، ايزوليتد فوق. نفس الكلام هنعمله في الاو تي. قال بالنسبه للاو تي لما اجي اربط بالاي تي ما ينفعش، فهنعمله دي ام زي منطقه معزوله. المنطقه المعزوله دي هيبقى فيها ممكن سيرفر بيلم ستاتستكس من الداتا سنتر بتاعت الاو تي ويبعث للاي تي، فيتحط في ليفل 3.5. عندي انتي فيروس محطوط على الاجهزه عايز ابديتس، مفيش اي مشكله خالص، هنحط الانتي فيروس مانجمنت سيرفر بتاعه في الدي ام زي، والدي ام زي هي المسؤوله عن ان هي تكلم الاي تي داتا سنتر اللي هي بالنسبه للاو تي الانترنت. عندي مانجنج سيرفر بمانج بيه كل الفاير وولز اللي موجوده في المصانع، مفيش اي مشكله خالص، هنحطه في الدي ام زي. فاي حاجه محتاجه ابديتس او مانجيريال من ناحيه الاو تي هنحطها في ال 3.5 اللي هي الدي ام زي بتاعه الاو تي، زي ما حطينا الحاجات الفيسنج الانترنت في ليفل كام؟ 5. بس الموضوع بسيط، مشيت على الاركتكتشر دي ومشيت على التشيك ليست بتاعتي ورجعت الموضوع مره واثنين وثلاثه، ان شاء الله يبقى موضوع الريسك اقل بكتير من او اكسبتد بالنسبه للاندستري بتاعتي. مثلا ده بي دي اف ممكن حضراتكم تلاقوا فيه مجموعه من الريكومنديشنز، عشان لو احنا بنتكلم على ان احنا محتاجين نامن الجزء بتاع الاو تي اي تي ك كونفرجد انفايرمنت جوه الاندستري بتاعتي. واخر حاجه لازم نهتم بموضوع التريننج، ويمكن احنا كفورتنت احنا فاتحين التريننج فور فري من اول البروجرام بتاع الاسوشيت ليفل لغايه الاكسبرت ليفل على التريننج بورتال، وهتلاقوا حضراتكم دي البروجرامز بتاعتنا كلها، هتلاقوا الجزء بتاع الاو تي تريننج في ان اس اي 7 واللي هو سيرتيفايد اركتكت، وهنلاقي ان ديورينج الجيرني بتاعه التريننج بتاعتنا اللي موجوده فيه بنوصل للليفل بتاع الاركتكت ببساطه جدا ان شاء الله ويذن تايم فريم اكسبتد. والناس بتاعه الاي تي لازم تبدا لو هم عندهم اندستريال او عندهم هيلث كير اي او تي ماشينز راكبه او بنتكلم على واتيفر اي نوع الاندستري، لازم تبدا تبص على الجزء بتاع الاي او تي والاو تي تريننج. ويمكن الافيلابيليتي على الانترنت للتريننج دلوقتي والحاجات اللي ببلاش كتيره جدا، والكومبلاينس ليه فيديوهات كتيره جدا موجوده على الانترنت. انا خلصت واسف جدا على الاطاله ومتشكر لحضراتكم، واتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم، ولو في اي اسئله انا مع حضراتكم.